بالعالمين خالق الدنيا وباريها مظهر الأشياء ومخفيها باديها وناهيها هو الإله وحده رفع السماء وبانيها وبسط الأرض وبالجبال يرسيها أجرى الفلك وفوق الماء يجريها يميت المخلوقات ويحييها يطعمها ويسقيها يضحكها ويبكيها سل مريم من قال لها وهزي ومن كان من تحتها يناديها وسل عيسى في الدنيا وفي الآخرة وجيها وسل الكليم موسى عن التي جاءت تمشي على استحياء ترد الجميل لساقيها وسل المائدة عن حواريها عجبت للشمس من في الصبح يظهرها ومن من وراء الليل يخفيها عجبت للطير في السماء سابحة تسعى بجد ورزق اليوم يكفيها عجبت للأم تؤتى اللبن إن ولدت وإن تك عاقرا لا لبن يأتيها عجبت للروح أين الروح في بدني سبحان من عنده علمها وباريها العلم كله لله والأرض قبضته إن شاء ينشرها وإن شاء يطويها سبحانه من إله واحد أحد يبلي العظام وأنى شاء يحييها أيها الإخوة المؤمنون سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته ونحن هنا في قرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حيث الليلة الغراء ليلة تكريم الوالد الكريم رحمة الله عليه المرحوم عم الحاج أحمد إبراهيم أبو الفضل فهو من أهل الفضل بمشيئة الله تبارك وتعالى أسكنه المولى فسيح جناته نسأل الله له ذلك باسم أبنائه الأكرمين الحاج رضا أحمد إبراهيم أبو الفضل وكذلك الحاج هاني والمعلم الطبلاوي وكل أقاربهم وأنسابهم يشكرون سيادتكم جميعا على حضوركم الموقر لتأدية واجب العزاء كذلك الحاج أحمد أبو شنب شيخ العرب وصاحب الواجب والأدب في كل مقام ومكان شاكرا أصحاب الصوتيات العالمية كبرى مخازن الفراش الحديثة قصر من قصور الضيافة المتنقلة عبر أنحاء محافظات الجمهورية في راشد وكهرباء الحاج محمد بسيون الشحات وأولاده عمالقة الفراشة بمحافظة المنوفية المقيمين بشبرا خلفون شاكرا فيه الزهور إدارة عاطف ربيع كذلك المخرج العالمي اسم له تاريخ في عالم الحفلات والمناسبات والتسجيلات النادرة البشمهندس محمد نادي ابن قرية شبرا خلفون يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس
قالوا من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته. استضافت العائلة الكريمة علمين من أعلام دولة التلاوة. استضافت القارئ العالمي صاحب الشعبية الجارفة في عالم دولة تلاوة القرآن الكريم دائما وأبدا يمتعنا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم القارئ الدكتور عبد الناصر حرف. ونحن في ضيافة العلم القرآني الكبير الغني دائما عن التعريف يمتاز بصوت عذب ندي شجي يتلألأ في سماء تلاوة القرآن الكريم دائما وأبدا يمتعنا ونفتخر به في محافظة المنوفية لقب بكروان العالم الإسلامي الأول قارئنا من أصحاب الحقوق علي القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان بارك الله لنا فيه. يا رب أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. قارئنا الآن ومعالي القارئ الدكتور عبد الناصر حرج علم اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية يتفضل صاحب الفضيلة مشكورا فتح الله.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه وبرا بوالديه وبرا ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام ويوم يموت ويوم
واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب وسلام علي يوم ولد ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى بشر
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا سعيكم مشكور
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا فأجاء فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Oh,
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم تساقط عليك رطبا جنيا فقولي واشربي وقري وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري
فكلي واشربي فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأشارت إليه قال إني عبد الله
وجعلني مباركا مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة فأتت به قومها فأتت به قومها تحمله فأشارت إليه
فأشارت إليه المهد صبيا قال إني عبد الله قال وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي
ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت وبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ سبحانه 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 إذا قضى أمرا فإنما يقول ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إن الله ربي وربكم.
فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. استمعنا إلى قارئنا القارئ الدكتور عبد الناصر حرف دائما وأبدا يمتعنا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. تلا علينا من أنوار آيات سورة مريم عبر موجات الإذاعات العالمية كبرى مخازن الفراش الحديثة فراشة وكهرباء الحاج محمد بسيون الشحات وأولاده عمالقة الفراشة بمحافظة المنوفية المقيمين بشبرى خلفون. شاكرا لحضراتكم جميعا باسم آل أبو الفضل الأكرمين فكلهم أعلام وكلهم أصحابا للواجب والأدب في كل مقام ومكان. الشكر موصول لبوفيه الزهور إدارة عاطف ربيع كذلك الباشمهندس محمد نادي أحد كبار مصوري المناسبات الدينية. يا مكة سورك متين باب السلام فيك فيك مقام الخليل حجر إسماعيل فيك. لما أراد ربنا يا مكة ينور أراضيك أسبل عليك الرضا ولد النبي فيك. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب ربي أنت مقتدر واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. تهيب روحي بالنبي محمد إليه شوقا كم يحن جناني يشتاقه قلبي وعيني تشتهي وعيني تشتهي لو أن تراه ولو لبضع ثواني. حبي له روح الفؤاد ونبضه حبي له يسري بكل كياني صلى علي.